مشكلة التأتأة اليوم بدنا نعالجها مع صوفي كلزي، معالجة نطق. رح تخبرنا شو يعني التأتأة، كيف منعالج، وبأي عمر الأفضل أنه نكتشف هيدا الموضوع. أول شيء شو يعني التأتأة؟ التأتأة فينا نقول أنه هو إذا بدك اضطراب بتدفق الكلام. نعم. يعني تدفق الكلام كيف بيطلعوا الكلمات ما بتكون بطريقة سلسة، يعني يا أما بيكون الكلمات أول الكلمة عم نعلق عليها ما عم نقدر نطلع الكلمة، أو في إعادة بأقسام من الكلمات، سيلاب أو قطع من الكلمة منكون عم نعيدهم ونعيدهم، أو كمان منكون عم نطول الكلمة. هول ثلاث أشياء اللي معقول يصيروا، يا أما كل وحدة لحالة أو مع بعضهم حسب الشخص قديش بتأتئ، قديش صار له بتأتئ، حسب الدرجة أكيد، وحسب كمان أوقات الظروف، هو مع مين، إذا مرتاح، إذا هو معصب، كمان هول الأشياء لهم تأثير. يعني حضرتك كمعالجة نطق أول أسئلة بتطرحيها شو؟ من بين الأسئلة إمتى بلشت؟ بأي عمر بلشت أكيد، يعني هلأ لو إجا شخص كبير منجرب نسأله كمان إذا بيتذكر إذا كان في حادثة، هي من هون بلشت التأتأة، لأنه وكمان أكيد بهمنا نعرف إذا كان شخص كبير إذا هو تعالج قبل أو لا، أو هو أول مرة عم بيجي عم بيتوجه صوب معالجة نطق حتى يتعالج. هول النقاط كتير مهمين، بس ما رح نركز على السبب، لأنه مثل ما قلت بالنهاية نحن بدنا نحل المشكلة، بدنا نكون عم نساعده بحياته اليومية بتدفق الكلمات، تدفق نمط الحكي، بدنا نكون عم نصلح، عم نساعده، عم نعالج. في كتير نقاط بهمنا نعرف عن حياة الشخص وقتا كان صغير أو إذا هو صغير هو حياته اليومية. يا بتبلش معه عن صغر يا بتبلش معه عن كبر؟ لا، اجمالا بتبلش عن صغر. يعني حتى الشخص الكبير بتكون مبلشه عنده على صغر. اجمالا اكثر شيء بين عمر 3 سنين والخمس سنين، كثير قليل تلاقي ولد بلشت على 8 او عن مراهقه، هيدي يعني كثير من النوادر. اي متى لازم ياخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ونعرف انه عنده مشكله الولد؟ بسرعه. بسرعه؟ بسرعه، مزبوط بسرعه. يعني نحن وقت نحس انه الولد صار له كذا شهر يعني عم بلش يتأتئ وعم بيعلق ومش منه مرتاح بحكيه، لازم من ساعتها نتجه عند حدا اختصاصي. لأنه في مرحلة صحار بيكون طبيعي أوقات عند بعض الأولاد يكونوا عم بيعلقوا بحكيهم، بس بتكون مرحلة وبتقطع بيتخلصوا منها. يعني هون بأي عمر؟ عم نحكي هون بين 3 سنين 5 سنين أو سنتين 5 سنين، حسب الأولاد قديش واعيين وقديش عندهم تطور الحكي سريع. بتلاقيها كمان بتكون موجودة أوقات عند أولاد بالعكس بيحكوا كتير منيح، لأنه بيحكوا كتير منيح بالغلط ببلشوا، وقد ما هن بيكونوا بيحبوا يكون حكيهم طلق وحلو وإلقاءهم حلو بيعلقوا، وبتصير هون تتراكم الصعوبات، وكمان بتصير إذا بدك مثل عادة كمان بتصير صعبة الولد يطلع منها. وفي أولاد بيقطعوا فيها، بتكون مرحلة من تطور الحكي بكون عم بيتطور عندهم الحكي، فأدات إذا بدك أو أدوات الحكي عم بيتطوروا عندهم بشكل كتير سريع، بيقطعوا فيها وبيخلصوا منها وما خلص ما بتعاود. كتير العلاج بيكون سريع وسهل وقت يكون ولد كتير صغير. كيف بتبلشي مع ولد يعاني من مشكلة التأتأة؟ شو الأمور الأساسية اللي بتبلشيها معه لفظيا وعمليا ويمكن حتى فكريا؟ الأول شغلة، أهم شغلة بالأول هي بالبداية أنه نكون مع الأهل نفسر شو هن الأشياء اللي فينا نعملهم أو بالعكس مش مفروض نعملهم كنصايح للأهل مع الولد. يعني لأنه مثل ما قلت بالنهاية الولد أكتر شيء بهمه أهله. صح. أهله، نظرة أهله أهم شيء لأله، هن يعني شو معقول يكونوا عم بيقولوا له أو عم بيوجهوا له ملاحظة أو بالعكس عم بيشجعوا، كتير كتير مهمين بالأول ببداية العلاج. وأوقات بيكون في تمارين بينعملوا بالبيت، أوقات لا، حسب عمر الولد، حسب أمتى قديش صار له وقت عم بيعلق عم بتأتئ، هون بيكون حسب الولد. نقدر نوصل معه لعلاج تام؟ يعني مع المتابعة الدائمة بصير هالشخص يلي دايما يعاني من التأتأة بيوم من الأيام بيحكي طبيعي مثله مثل أي شخص آخر؟ كل ما الولد صغير كل ما النسبة أنه تكوني عم توصلي لنتيجة 100% بتدفق الحكي يكون كتير طبيعي، يكون عم بيحكي كتير منيح مثل حيلا ولد، هي عالية. كل ما هالنسبة بتكون عالية، كل ما تأخرنا لنعالج، كل ما كبر الشخص منكون صرت ساعتها مثل ما عم بتقولي عم نصلح،
ما بقى يكون علاج 100%، بصير عم نصلح، عم نساعد، عم نساهم بتحسين إلقاء الحديث مع الشخص، لأنه كمان بنكون عم نروح مباشرة على العوارض، عم نشتغل عليهم، عم نشتغل على النفس، على اللفظ، كيف بيطلعوا من الكلمة، سرعة الحكي، كل هول النقاط بنكون عم نشتغل عليهم بطريقة مباشرة. بس نفس الوقت بتلاقي الشخص الكبير أوقات ما بيكون عم بيفتش على نتيجة 100%. وقت يوصل هو لتقدم 50%، إذا فينا نقول 50-60-70%، بيلاقي حاله هو صار كتير مرتاح، بيوقف العلاج.